بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي طلبة المرحلة الثالثة في قسم الهندسة المدنية في كلية الهندسة جامعة بغداد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ الآن في القسم الثالث من المحاضرة الثانية من Design of Reinforced Concrete Structures. تتذكرون في المحاضرة السابقة حضراتكم تكلمنا عن Steps in the design process. حكينا قلنا ان we have three design teams اللي هم الاركتكتشرال تيم والستركتشرال تيم والميكانيكال الكتريكال بلومينج تيم، وحكينا عن انه احنا we have three design stages. عندنا الكونسبت ديزاين والانترم ديزاين والفاينل ديزاين، وتكلمنا عن انه في الكونسبت ديزاين وفي الانترم ديزاين الستركتشرال انجينير should select the structural material. كنا المهندس الانشائي في الكونسبت خصوصا لازم يختار structural material and the structural system. لكن هذا كله ناقشناه واجلنا الكلام عن structural system. فالان في هاي المحاضرة او في هذا القسم من هذه المحاضرة راح نتكلم عن الفلورينج اند روفينج سيستم. وبالحقيقة الكلام عن الفلورينج والروفينج سيستم هو كلام عن الستركتشرال سيستم. يعني هذا الموضوع انه احنا شلون نختار النظام الانشائي اللي اجلناه الدرس في القسم السابق، الان راح نتناوله من خلال الكلام عن موضوع شديد المساس بالستركتشرال سيستم وهو الفلورينج اند روفينج سيستم. طبعا لازم نميز بين الفلور اللي هو الارضيه اللي احنا هنا نتكلم عن سقف لكن اندور، لكن محاط بكتله البنايه، وعندنا ما يسمى الروفينج اللي هو السطح. هنا عندنا ايضا سقف او نظام تسقيف لكن هو في تماس مع الاوت دور. الان قد الطالب يسال يعني هل انه مساله الاندور اللي احنا نكون في داخل البنايه اور اوت دور او في خارج البنايه، هل هذه المساله مهمه الى الدرجه اللي تعتبر معيار في التصنيف بين نصنف السقوف الى فلورينج سيستم او روفينج سيستم؟ يعني هل هي مهمة إلى هذه الدرجة؟ طبعا مهمة، لأن قضية إنه إحنا indoor or outdoor of the building هذه عادة هذه هي تؤثر في تحديد الأحمال. structural loads تختلف اختلاف كبير وجوهري بين إنه إحنا we are talking about إذا كنا نتكلم عن indoor slab or outdoor slab or outdoor structural member. فالاختلاف جاي من نتيجة اختلاف الأحمال. الآن هذه الفلورينج أو الروفينج سيستم ممكن تصنف إلى ما يسمى بال one way floor system. طبعا ممكن أيضا تقرأ بهالشكل one way roof system. هذا هو السيستم، لاحظوا ال one way system. هنا عندنا beams، لاحظوا beams on two sides only. شوفوا هنا عندنا beam وهنا عندنا another beam but here we have no beam. فعندنا beams on two side only. هذه beams on two side only or two sides أو two parallel sides only بشكل أدق على جانبين متوازيين will lead to have a single curvature slab panel. لاحظوا slab panel راح تشوه الى single curvature. لاحظوا single curvature. قبل لا اكمل من الضروري ان اشير الى شنو المقصود بالسلاب بانل. هذه المنطقة اللي هي عادة square or rectangular in shape اللي شكلها مربع او مستطيل and bounded by the supporting members ومحاطة بالاعضاء الانشائية الساندة، هذه عادة تسمى بالسلاب panel. فwe have single curvature، لاحظوا هنا we have curvature in one direction
and the slab panel is almost straight in the other direction. Almost straight. If we have single curvature, then we have one-way floor system. فال-one-way floor system تعريفه إذن ببساطة هو is the floor or roofing system, قلنا الكلام ينطبق على حالتين, that has single curvature or curvature in one direction only. هذا شو وقت نحصل عليه if we have يعني one case to obtain or one possible case to obtain one-way system. واحدة من الحالات اللي ممكن من خلالها نحصل على ال one-way system هو to have beams on two parallel sides only. عندنا beams تكون على جانبين متوازيين مو من أربعة جهات. فهذا هيك beam يسمى ب يعني هيك slab هو supported on two parallel sides only يسمى بال one-way system. الآن اللود باث, لاحظوا حضراتكم وياي مسار الحمل. اولا اللود هذا الجرافيتي لود, باعتبار كل نقاشنا هنا هو mainly هو شنو هو related to gravity. هذا هو الاكتنج لود. هذا الاكتنج لود الحمل اللي يأثر راح ينتقل in the supporting direction. فالنقلة الاولى هذه. هسه الطالب قد يسأل ليش انه ما ينتقل الحمل بالاتجاه الاخر, يعني احنا هنا لاحظين بالرسم هذا الاتجاه هاملي. طبعا هذه لها جوابين. الجواب الاول يعني ليش الحمل ينتقل باتجاه واحد مو باتجاهين بالون واي سيستم, لها جوابين. الجواب الاول هو انتويتيف ان نيتشر, يعني جواب هيك حدسي وجداني, باعتبار انه الحمل اذا انتقل بالاتجاه الازرق هذا الاتجاه الثاني هنا ما عندنا supports, we have no supports, okay, we have no supports to transfer the load. ما عندنا مساند, يعني الحمل إذا انتقل, تصور حضراتكم اجل هنا, وبالتالي إحنا ما عندنا مسند هنا, فوين يروح الحمل؟ فبعد ينقطع المسار, اللود باث ينقطع مسار الحمل, فبالتالي ما ينتقل الحمل. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني بالحقيقة مرتبط بالكيرفيتشر. الكيرفيتشر إذا تذكرون بالرياضيات كان رمزه كابا, اللي هو بالحقيقة أيضا من باب التذكرة إنه إحنا إذا عدنا كيرف, هذا كيرف, فشنو القصد بالكيرفيتشر؟ الكيرفيتشر إنه إحنا نجي نرسم تانجنت سيركل, ببساطة هاي الفكرة, هاي تانجنت سيركل. التانجنت سيركل إلها راديوس عادة, إذا من تذكرون اسمه رو. الانفرس أو الريسبروكال مال الرو, يعني واحد على الرو, هو الكيرفيتشر. إذن فهو مقياس لشدة التحدب المنحني المعين, لشدة انحناء المنحني المعين. شلون نقيسه؟ نرسم تانجنت سيركل, ناخذ الراديوس اوف ذا تانجنت سيركل نقلبه. فاذا الراديوس اوف تانجنت سيركل صغير, زين, معناته واحد على كميه صغيره تطلع كبيره, يعني كيرفيتشر حاد. وبالعكس اذا السيركل الراديوس كبير معناته الانحناء بسيط, يعني تصوروا هسه مثلا انحناء هيك بسيط, شوف هذا راح تحتاج دائره كلش كبيره يلا تمسه. فهنا الراديوس كبير, واحد على كمية كبيرة, يعني يطلع الكيرفيتشر صغير. المهم هذا هو الكيرفيتشر. الكيرفيتشر احنا بالرياضيات ايش قلنا اذا تتذكرون بصف اول, وحتى هاي مسألة اخذتوها بالديفليكشن بالميكانيكس اوف ماتيريال, قلنا الكيرفيتشر تقريبا يساوي السكند ديريفيتيف. تقريبا يساوي السكند ديريفيتيف, يعني احنا بعد ما افتهمنا الكيرفيتشر قربنا الكيرفيتشر بالسكند ديريفيتيف. الخطوه اللي بعدها كانت عندنا هاي المعادله اللي هي البيزك ديفرنشال ايكويشن اوف ذا بيم. هذه المعادله اللي ايضا اخذتوها مره على اساس انه هي سكند اوردر, ومره على اساس بشكل انه هي فورث اوردر. كان هذا شكلها اذا تتذكرون حضراتكم.
انه عندنا علاقه بين المومنت والسكند ديريفيتيف. يعني if we have second derivative we have moment, or if we have moment we have second derivative, علاقه 1 to 1. طبعا هو بالحقيقه العلاقه مو بين المومنت والسكند ديريفيتيف, العلاقه بين المومنت والكيرفيتشر. يعني التناسب الاصلي هو هيك بين المومنت والكيرفيتشر, بس قربناه صار بين المومنت والسكند ديريفيتيف. على هالاساس شوفوا هنا بهالاتجاه عندنا كيرفيتشر, فمعناتها بهالاتجاه شنو راح يكون؟ راح يكون بهالاتجاه عندنا مومنت. يعني بهالاتجاه عندنا كيرفيتشر, فبهالاتجاه عندنا مومنت. يعني هذا المومنت اللي راح نرسمه بالاسود لا يساوي صفر. اما بالاتجاه الاخر المومنت الثاني اللي راح ارسمه بالاخضر, فبالاتجاه الاخر we have no curvature, فالمومنت بالاتجاه الاخر يساوي صفر. فالحمل بالتالي ما ينتقل بالاتجاه الاخضر لان we have no curvature and therefore we have no moment, فلذلك ينتج هذا ما يسمى بالوان واي. فالوان واي إذن الآن إن شاء الله نكون اقتنعنا إنه الحمل في الوان واي ينتقل بالاتجاه باتجاه واحد فقط اللي هو باتجاه المساند. وهاي القناعة عرضنا لها تفسيرين, مرة فسرناها بشكل انتويتيف بشكل حدسي وجداني, قلنا ما معقول الحمل ينتقل باتجاه ما بي مساند لان ما راح يقدر يكمل مساره, هذا الجواب الوجداني. وعندنا المور اكيوريت المور ريجلس الجواب الاكثر رصانه اللي هو depends on the concepts of or depends on the proportionality between moment and curvature. قلنا if we have a curvature we have a moment, هاي هي الفكره الرئيسيه. الآن هسه هذا النوع الأول من الوان واي. الآن راح ننتقل للكلام عن النوع الثاني من الوان واي. هذا النوع الثاني من الوان واي تكون البانل السلاب بانل, قلنا هاي السلاب بانل قلنا هي الريكتانجولر اريا اوف سلاب باوندد باي دي سبورتنج ممبرز. هاي السلاب بانل هنا راح تكون مسندة اون تو on two sides, on four sides, on four sides. ينشأ هذا النوع الثاني. اولا خلينا نشوف شلون ينشأ النوع الثاني. يعني هذا خلي الرقم حتى يصير واضح لحضراتكم. هذا نسميه type 1 of one way slab. هذا راح نسميه type 2. شلون ينشأ type 2؟ شلون ممكن ينشأ تايب 2؟ لاحظوا الآن ممكن لا تنسون بالمحاضرة السابقة التداخل في اختيار السيستم بين الستركتشرال انجينير المهندس المعماري والاركيتكت, العفو الستركتشرال انجينير المهندس الانشائي والاركيتكت والكلاينت. الآن تصوروا احنا قدمنا هذا المقترح وكانت مثلا المسافة بين السابورتس مثلا 4 متر, قدمنا. اعترض الاركيتكت, ممكن يعترض الاركيتكت ويعترض الكلاينت, يعترضون ليش؟ يقولون هذه الاربعة اذا كان هذا المشروع الهدف منه commercial purpose الهدف منه تجاري, يقول هاي الاربعة راح تعيق الاستثمار والاستفادة من المشروع, مسافة قليلة نريدها تكون أكبر. فأكبر راح يجون هم يقترحون أو يصير نقاش إنه إحنا نلغي هاي الكولومز, هذا الكولوم نلغيه. نفس الجهة نفس الشيء من الجهة الأخرى نلغي. إذا لغيناهم بهالشكل راح تواجهنا هاي المشكلة إنه هذا الباث 2 وين راح يروح؟ فراح نضطر نخلي فد بيم أكبر, بيم ضخم نسميه الجيردر, ياخذ المسار. فيصير مسار الاحمال بهالشكل, الخطوه الاولى يجي الحمل, هذا هو الاكتنج لود. ايضا راح ينتقل بمسار اول, هذا منتهين منه. بس الان الطالب او اي شخص يستمع لنا او يقرا
المحاضرات راح يقول لعد ليش ما ينتقل الحمل بالاتجاه الثاني. انتوا قبل شوية بررتوا انه الحمل بالاتجاه الثاني ما ينتقل لان ماكو مسند، الان صاركو مسند هذا الجيردر، فليش ما ينتقل؟ طبعا الجواب شنو؟ الجواب احنا ما راح نتكلم عن اي بانل، احنا هنا ما جاي نتكلم عن اي بانل، لا جاي نتكلم عن بانل هذه شكلها هو شنو؟ هو ريكتانجولر، شكلها مستطيل، ان such a way، مستطيلة للدرجة اللي يكون بعدها الاقصر اللي هو الاس، هذا خلينا نسميه الاس شورت، اي زين، هو نصف بعدها الاكبر اللي هو ال. فاحنا ما جاي نتكلم عن اي بانل، لا جاي نتكلم عن بانل بهالشكل، انه ال على الاس هو كبير الى الدرجة اكبر من اثنين، او اذا تقلبها يعني الاس على ال هو صغير الى الدرجة اللي يكون اقل من نصف، هاي اللي نتكلم عنها. هذه اذا كانت البانل هيك شكلها، يعني هي اكستريملي ريكتانجولار ان شيب، هي مستطيلة الى الدرجة المتطرفة، انه يعني طولها اكبر من ضعف عرضها. فلاحظوا انه ايضا الحمل ينتقل باتجاه واحد. اذا هسه بالملخص، الحمل ينتقل باتجاه واحد في حالة من حالتين، اذا كانت البانل هي rectangular in shape، شكلها مستطيل، and supported on two parallel sides only، ومسندة من جهتين متوازيتين فقط. وهنا بعد ما يحتاج حتى تصنفها الى one way، ما يحتاج انه شنو تقسم طولها على عرضها، ما يحتاج. هاي النسب اللي يسموها الاسبكت ريشيو او الاسبكت ريشيوز ما تحتاجها بعد. او تكون عندك panel، هاي البانل هي rectangular in shape، شكلها مستطيل، and supported on four sides، ومسندة من الجهات الأربعة، but with aspect ratio، with an aspect ratio بيها نسبة أبعادها such that L over S is greater than 2. هذه أيضا ينتقل الحمل one way. هسا قد الطالب يسأل يعني ليش، شنو اللي فرق؟ الفرق ممكن إنه إحنا نتخيله إذا حاولنا نرسم جهد الإمكان فد رسم بسيط لهاي البانل. لاحظوا هسه فد بانل هيجي راح ارسمها، هيجي جهد الإمكان، هاي فد بانل، اي طولها كبير قياسا بعرضها. الآن هاي البانل إذا جينا أخذنا بها undeflected shape، يعني أخذناها قبل لا تتشوه بهالشكل، قبل لا تتشوه، وجينا بعدها بعدين سلطنا عليها أحمال. ننسلط عليها أحمال، هاي النقطة شوف مشتركة بين الاتجاهين، راح تنزل. من تنزل الآن شنو اللي راح يصير؟ اللي راح يصير إنه راح يصير curvature in short direction، ويصير curvature in long direction. هسه إذا جينا وكتبنا، أكيد الكيرفيتشر إن شورت هو أكبر بكثير من الكيرفيتشر اللونج، هاي واضحة، لأن قلنا والكيرفيتشر شنو فكرته؟ حسب الدائرة التانجنت سيركل، إذا تحتاج دائرة أصغر حتى تمس الكيرف فمعناته الكيرفيتشر أكبر، وإذا تحتاج دائرة أكبر حتى تمس الكيرف فمحتاج يعني معناته الكيرفيتشر أصغر، لأن لا تنسون الكيرفيتشر هو مقلوب الراديوس أو the tangent circle. فهسا وين تحتاج دائرة أصغر؟ أكيد بالاتجاه القصير راح تصير دوائر صغيرة يلا هي to be tangent to the curve، بينما بالاتجاه الطويل لا، الدوائر أكبر. فالكيرفيتشر بالشورت in short direction هو significantly larger than the curvature in long direction، هاي مسألة زين. وهذا شنو أهميته؟ لا تنسون التناسب، عندنا تناسب إنه we have direct proportionality، فالتناسب طردي between moment and curvature. فبالنتيجة إيش راح يصير؟ يصير إنه المومنت in short هو significantly larger than المومنت in long. هذا
significantly larger than أو المومنت اللونج هو is so small هو كلش صغير إلى الدرجة اللي هو can be neglected يمكن أن يهمل. فإذا أهملناه رجعت المسألة شنو؟ رجعت المسألة one way. يعني شنو؟ يعني الـ am short هو المهم الام شورت هو المهم الام لونج الام لونج ام لونج هو كان بي نيجلكتد الام لونج هو كان بي نيجلكتد فرجعت وان واي. اذا بالملخص اذا سئلنا الان كم طريقه للحصول على الوان واي سيستم، اولا ما هو تعريف الوان واي سيستم؟ هو هو السلاب سيستم ذات هاز كيرفتشر ان وان دايركشن. كم طريقة نحصل عن الوان واي سيستم؟ طريقتين، يا اما انه السلاب بانل هي supported on two parallel sides only او هذا الطريقة الاولى. وهنا هو هنا السيستم هو هنا السيستم بهاي الحالة بهاي الحالة السيستم هو one way irrespective بصرف النظر irrespective the aspect ratio بصرف النظر عن نسبة ال L over S ما له علاقة. أما إذا كان الحالة هاي الأولى، الحالة الثانية إنه we have one way system شو وقت if the panel is rectangular in shape and supported on four sides in such a way مسندة على أربعة جهات بطريقة such that L over S is greater than two هذا One-way. الآن إذا كان one-way من النوع الأول فنكتب من نتكلم عن البيمز نسميها بيمز فقط كافي. أما إذا كان one-way من النوع الثاني فراح يكون عندنا two levels of beams عندنا مستويين من البيمز. البيم الأول هو relatively minor هو نسبيا أقل أهمية هو ثانوي. ليش أقل أهمية؟ لأن هو support smaller tributary area يسند منطقة أصغر نسميه floor beam. لاحظوا التسمية floor beam. ليش سموه floor beam؟ لأن هو mainly has an action to support the floor. هدف الرئيسي هو أن يسند الفلور. هسا بعدين هذا الفلور beam ينقل الحمل وين؟ إلى a larger beam. هذا larger beam نسميه girder. فشو هنا نريد نميز صار عندنا relatively smaller beam and relatively larger beam. The smaller beam usually called floor beams. The larger beams usually called girder or girders. Okay. The girders here to support the concentrated load from the floor beams. يعني هاي المنطقة إذا كبرتها راح تكتشفون حضراتكم إنه الجيردر بالحقيقة إيش تاخذ بوينت لود من الفلور بيم بهالطريقه. اوكي بهالطريقه لو تلاحظ الان تلاحظ انه الجيردر تاخذ بوينت لود من الفلور بيم بهالشكل. فهذه إذن هسه ميزنا بين نوعين وميزنا أيضا قلنا هنا كافي نسمي البيمز نسميها بيمز ما نحتاج تفاصيل أكثر. هنا لازم نميز بين الفلور بيم اللي هم smaller الفلور بيمز اللي هم are smaller in nature والgirder beams اللي هم larger in nature. بعد المسألة الأخيرة انه لاحظوا اللود باث هنا كم ستيب. وي هاف ستيب 1 عندنا ستيب 1 تو ترانسفير لود فروم ذا سلاب تو ذا سبورتنج بيم. هذا ستيب 1 تنقل الحمل من السلاب للبيم. وي هاف ستيب 2 تو ترانسفير ذا لود along ذا بيم. وي هاف ستيب 3 عندنا الخطوه الثالثه تو ترانسفير ذا لود ثرو ذا كولم. اند فاينلي وي هاف ستيب 4 تو ترانسفير ذا لود through the foundation to the supporting soil. فكم خطوة حتى ينتقل الحمل من نقطة تسليطة هاي نقطة تسليطة
إلى نقطة إسناده اللي هي التربة. كم خطوة يراد لنا؟ 4. هنا لاحظوا المسار صار أطول بالوان واي سيستم من النوع الثاني اللي هو with floor beams and girders. المسار صار أطول. We have step 1 to transfer the load from slab to beams to floor beams. Step 2 to transfer the load through the floor beams to the girders. Step 3 through the girders to the column. Step 4 vertically through column عموديا أو شاقوليا خلال العمود. Step 5 through the foundation to the soil. فكم خطوة حتى ينتقل الحمل من ال point of application اللي هي when the load acting on the slab هنا to the supporting soil. كم خطوة يراد لنا؟ 5. في المسار أطول. هذا كل ما يهمنا في المرحلة الحالية من ال one way system. ولاحظوا حضراتكم انه احنا ان شاء الله نكون نجحنا في تحقيق هدفين. اولا شرحنا ال one way system وشرحنا ضمنا اللود باث والستركتشرال سيستم. الان بعد هذا النقاش ممكن انه حضراتكم تكونون تعرفون كل سيستم خصوصياته ايجابياته وسلبياته. هذا فيما يخص ال one way system. ال two way system الان قلنا هذه البانل اللي هي with beams و supported on four sides اذا كانت rectangular in such a way انه ال L over S is greater than 2 فالمومنت اللونج دايركشن راح يكون كان بي نيجلكتد موجود لكن يمكن اهماله. زين هسه اكيد راح يجيبنا النقاش انه اذا كانت السلاب بانل هي سكوير شوفوا مربعة زين سكوير او كانت ريكتانجولار ان شيب ايضا مستطيلة اوكي بات وذ اسبيكت ريشيو مستطيلة ايضا لكن مو متطرفة في استطالتها مستطيلة بات وذ اس وذ ال وذ اسبيكت ريشيو بنسبة L over S L over S هي smaller or equal to 2. إذا كان بهالحالة فراح نحصل على ما يسمى بال 2 شوفوا way slab with beams. إذا شلون ممكن نحصل على two way slab with beams؟ ببساطة إنه إحنا نشتغل أولا السلاب should be supported on four sides هاي أولا على 4 جهات السلاب بانل وثانيا إنه هي السلاب بانل الأسبكت ريشيو مالتها ال L over S ratio should be smaller or equal to 2. الآن بقت ملاحظة لاحظوا المساواة وين موجودة؟ شوف هنا ماكو مساواة يعني إذا ال L على ال S كانت exactly equal to 2 هنا ماكو مساواة يعني exactly equal to 2 يعني راح يصنف 2 way. لاحظوا المساواة وين؟ مساواة هنا موجودة فال ACI code معتبر حالة إنه L over S تساوي 2 هاي الكريتيكال ستيج اوكي معتبرها انه هي 2 way. زين هذا هسه الان شرحنا ال one way slab وشرحنا النوع الاول من ال 2 way اللي هو 2 way with beams هذا شرحنا. الان نجي هاي البيمز اللي هو 2 way slab with beams بيها ايجابيات طبعا تعطيك stiff system يعني سيستم ممكن يقاوم الديفليكشن بشكل كبير ممكن تتحمل احمال عالية بس بيها عيب. العيب شنو؟ لاحظوا وياي يعني التو واي سلاب وذ بيمز بيفد عيب اساسي. العيب الاساسي شنو هو؟ تصوروا مثلا الان المعماري طلب انه الكلير
هايت ارتفاع الطابق طلب انه يساوي 3 متر. زين احنا ايش راح نجي راح نجي نوفر هاي الثلاثة لين كلير هاي الثلاثة اللي يريدها المعماري. طبعا منا مثلا باعتبار هنا عندنا صبة ارضية مو فراح نوفر هاي الثلاثة هاي نوفرها 3. زين بس احنا مضطرين نخلي بيم، هذا البيم راح يكون عندنا خسارة. مثلا هذا البيم هيك جدلا سمكه 0.6 متر، فمعناته خسرنا هنا 0.6، هذا additional height فارتفاع اضافي. هذا additional ليش؟ لان هو in addition to what is required for architect or for architectural purpose. هو additional بمعنى هو إضافي عما هو مطلوب أصلاً وين في القضية المعمارية. الآن إذا صار عندنا طابقين 2 story راح يصير خسارتنا 1.2، إذا 3 story يصير خسارتنا يعني we have additional 8 about 1.8. إذا تكلمنا عن بناية 10 story فإحنا we are talking about additional 8 we are talking about 6 meter additional height. عندنا راح يصير ارتفاع اضافي عن الاسينشال architectural height عن ما هو مطلوب من الناحيه المعماريه بحدود 6 متر. هاي خساره كبيره. فاذا العيب الرئيسي اللي هو with beams انه احنا راح يصير عندنا lost in height. هذا اللوست وين تلاحظوه بالباركينج سيستم، مالتي ستوري باركينج. بالمالتي ستوري باركينج هاي الجراجات متعدده الطوابق ما يستعملون بيمز ابدا، لان اذا استعملوا بيمز راح الارتفاع يزيد، اذا زاد الارتفاع راح يصير الرامب هي تصير يعني انكومفورتبل، ما مريحه، ما ممكن يعني الشخص يقود سيارته بسهوله. فلذلك يعني نحاول نخلص من البيم. فاذا البيم بها ايجابيات انه تو بروفايد ا مور ستيف ستراكشر، كان التو واي سلاب وذ بيمز كان سبورت لارجر ريليتيفلي لارجر لود، اوكي هاز لارجر شير ريزيستنس مثل ما راح نشوف، مقاومته لقوى القص اعلى. بس عيبه الرئيسي انه وي ويل هاف ا سيجنيفيكانت additional height okay beyond what is necessary for architectural purpose. نحتاج ارتفاع اعلى اكثر مما مطلوب من الناحيه المعماريه. الحل انه احنا نستخدم two way slab without beams. شوفوا من صار without beams بعد قطعا صار two way، يعني احنا نقاشنا على انه هو one way or two way. إذا كان with beams، إذا صار without beams هو قطعا راح يصير two way. فالtwo way الآن التwo way هذا slab without beams نفسه ينقسم إلى قسمين. هذا التwo way slab without beams نفسه ينقسم إلى قسمين. خلينا نبدأ بالقسم الأول. القسم الأول نسميه flat يعني without beams plate. هذا شكله ببساطة، يعني عندنا uniform slab thickness for the whole region بهالشكل. هذا طبعا مساره راح نتناوله باعتبار احنا تتذكرون كل ما ناقشنا سيستم حكينا على المسار مالته، هذا هم نسينا نتكلم على المسار مالته. هذا مساره بهالشكل انه الاكتنج لود اللي هو يعني بس سهوا هذه عبرناها انه الاكتنج لود على التو واي سلاب وذ بيمز ينتقل بالبدايه بالفيرست ستيب. شوفوا ينتقل باتجاهين، بعد ما عندنا اتجاه مهمل، اوكي ينتقل فروم ذا سلاب تو ذا سبورتنج بيمز، بعدين بالسكند ستيب ينتقل ثرو ذا بيمز تو ذا كولمز، بعدين بالثيرد ستيب ينتقل فيرتيكلي ثرو ذا كولمز، وفاينالي ينتقل through the soil from the foundation to the soil. فwe have
four steps in the load path. لدينا أربعة خطوات. الآن بالفلات بليت سيستم اللود باث، طبعا اللود باث راح نتناوله طريقتين، مرة بشكل سطحي ومرة بشكل أعمق. اللود باث إذا بشكل سطحي we have no beams، ما عندنا beams، فاللود هو transferred directly، الحمل راح ينتقل بشكل مباشر، هذا الاكتنج بيم، هذا الاكتنج لود، الحمل ينتقل directly from the slab to the columns، فهي الفيرست ستيب. السكند ستيب through the columns vertically through the columns to the foundation. الثيرد ستيب هو through the foundation to the soil. فهيك roughly speaking we have three steps. هذا الفهم الأول اللي قلنا نسبيا بالحقيقة فهم ساذج. الفهم الأعمق هو التالي، هذا الشكل هو الفهم الأعمق. راح تشوفون بصف رابع وحتى شوي نتطرق لها بصف ثالث في chapter 13 من نتناول السلاب، انه الـ ACIB فكرة يسمي الـ column strip والـ middle strip. فالـ ACI شي يسوي بهاي الحالة؟ المنطقة اللي تحاوط الأعمدة، هاي اللي راح أشرها باللون الأزرق، يقويها طبعا من خلال شنو؟ من خلال انه يستعمل بيها كمية تسليح أكثر، بالرغم انه ما موجود بيها بيم. فتصير تشبه الفكرة اللي احنا مثلا راح تشوفوها ان شاء الله من تشتغلون، يسموها الهيدن بيم، البيم المخفي، واللي هي اسمها الحقيقي العلمي هي سترونج باند. فهاي الشريحة تصير قوية، هذه يسميها الـ ACI، يسميها الـ column strip. هذه تبدأ تشتغل مثل البيم. زين، مثل البيم. الشرائح اللي بصفها، طبعا هنا ايضا عندنا column strip، هاي بالازرق، هنا ايضا عندنا column strip. دائما اللي حول الأعمدة يقويها، يسميها column strip. الآن هسه بالاتجاه العمودي، بالاتجاه العمودي الشرائح البعيدة عن الأعمدة يسميها الميدل سترب. فالميدل سترب مع الاتجاه العمودي، لاحظوا حضراتكم هاي ميدل سترب. ميدل سترب ليش؟ لأن بعيدة عن العمود، يعني الكولوم سترب مع الاتجاه أيضا تحاذي العمود. هذه تبدي تشتغل شلون؟ الوان واي، تنقل الحمل بهالشكل. زين، فاذا المسار الحقيقي انه الميدل سترب مال اتجاه معين تنقل الحمل الى الكولوم سترب للاتجاه الاخر لعامده. هاي الكولوم سترب اللي بالحقيقة جاي تتصرف كأنها بيم، هيدن بيم. وبعدين الكولوم سترب تنقل الحمل الى الكولومز في خطوة ثلاثة، والكولومز تنقله الى الفاونديشن، من الفاونديشن الى السويل في خطوة اربعة. فهذا هو مسار الحمل الحقيقي. فلاحظوا مسار الحمل الحقيقي، القراءة الحقيقية الاكثر دقة اللي تنسجم مع الاي سي اي كود ومع اكثر الكودز، يعني على حد علمي كل الكودز تتكلم بطريقة الكولوم سترب والميدل سترب. المسار الأكثر دقة هو 4 steps، we have 4 steps، بينما القراءة الساذجة للمسار تبين أنه الحمل ينتقل مباشرة للأعمدة and we have 3 steps. لا، هذا هو الأكثر دقة. هذا يعني إذا ردنا نتكلم مع طالب وما ردنا يعني نقحم الطالب في مرحلة مبكرة فكرة الميدل سترب والكولوم سترب، بنقول له هذا. أما إذا الكلام الصحيح، هذا هو الكلام الأكثر دقة. الآن تكلمنا عن الفلات بليت وناقشنا اللود باث مسار الحمل بقراءتيه الأعمق والأكثر يعني سطحية، الأكثر عمقا والأكثر سطحية. قراءتين قرينا اللود باث، وحدة أدق وحدة أكثر تقريبا. الآن شنو العيب الرئيسي بالفلات بليت؟ العيب الرئيسي هي ظاهرة البنشنج شير، إنه هذا العمود، هذا أو أي عمود آخر يشتغل يعني بفد هيوج مي،
have huge significant axial force. قد يحوي على فت axial force عالية جدا. In such a way it would be able to punch the slab. إلى الدرجة اللي هو يكون فيها قادرا على ثقب السقف. Okay. وهذا كلش يعني البنشنج شير فيلير هو is one of the most critical failure modes. Okay. Modes. هو واحد من أكثر أطوار الفشل خطورة. زين شلون ممكن نقاوم هذا البنشنج شير؟ جواب الطريقة الأولى إنه نزيد الثيكنس of the slab. يعني هذا مثلا السلاب كان سمكه 25 سنتيمتر، نجي نسوي 30 سنتيمتر كل السلاب. أوكي هنا شنو هاي المسألة عيوبها؟ طبعا بيها إيجابيات. طبعا إذا زيدناه سويناه 30 سنتيم كله بقى السيستم هو flat plate system. بس اللي خسرناه شنو؟ خسرناه انه زاد الـ own weight of the slab، self weight of the slab، وزن السقف زاد في مناطق احنا ما نحتاجها، احنا نحتاج السمك يم العمود. هذا اسلوب. الاسلوب الثاني لا، نقوي المنطقة اللي قريبة من العمود. إذا قوينا المنطقة القريبة من العمود يظهر النوع الثاني اللي هو يسموه flat، شوفوا flat slab. لاحظوا التسمية، مرة نسميه flat plate إذا هو without strengthening أو without stiffening، بدون تقوية against punching shear. إذا we have strengthening or stiffening for punching shear فنسميه flat slab. فواضح المصطلح؟ هسه شنو شلون نقوي السقف؟ نقوي السقف نجي لمنطقة العمود، شوفوا قد نسوي thickening in slab، تثخينه ذخن بالسلاب، شوفوا هاي thickening in slab، شوفوا بس تثخينه. هاي التثخينه بالسلاب يسموها الدروب بانل. هاي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية يعني دروب بانل، هنا الطريقة الثانية عندنا انه نسوي enlargement in column، نسوي توسعة في العمود. enlargement in the top of column، توسعة في أعلى العمود. هاي التوسعة نسميها column capital. هسه كلش مهم انه حضراتكم تعرفون انه هنا الرابط المنطقي or end. يعني شنو؟ يعني انت من حقك تستخدم drop panel without column capital، تستخدم فقط drop panel، او من حقك تستخدم column capital without drop panel، او من حقك تستخدمهم اثنينهم حسب المسألة اللي عندك. المهم اذا استخدمت drop panel or end بدون او مع column capital فالسيستم ذاك الوقت شو نسميه؟ نسميه flat slab system. فهسه flat plate system هو is a slab system without beams and with no drop panel nor column capital. الفلات سلاب هو is a slab system without beams but with drop panel and or column capital. هذا هو التعريف. هسه صارت واضحة بعد ان اتضحت، واضح علاقة الموضوع باللود باث، المسار والسيستم كلش الى علاقة بالموضوع. بقى مسألة واحدة مثل ما تعودنا هسه نناقش what is within our scope and what is out of our scope. الone way system راح اشرها باللون الاسود. الone way system هذا within our scope راح ناخذه بصف ثالث. التو way slab with beams هو within our scope ايضا راح ناخذه بصف ثالث. التو way slab without beams بنوعي اللي هما الفلات بليت والفلات سلاب هذا will be discussed in the junior course of the fourth year. سوف تتم مناقشته في الصف الرابع. ان شاء الله تكون الامور واضحة. هنا صار السيستم واضح، اللود باث واضح، وايضا حضراتكم عرفتوا شنو اللي راح ناخذه من هذا الموضوع المهم جدا وهو موضوع السلابس، شنو اللي داخل دراستنا بصف ثالث وشنو اللي راح يؤجل الى الصف
رابع. وشكرا جزيلا لحسن الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.